تواصل قوات المقاومة المشتركة تقدمها في الساحل الغربي. مصادر عسكرية ذكرت أن القوات المشتركة تقترب من مطار الحديدة، مضيفة أن القوات تعمل على نزع الألغام في محيط الحديدة وتمشيط جيوب الميليشيات في جبهة الساحل. أشارت أن القوات المشتركة أحبطت تسللا للميليشيات الإرهابية في الفازة غربي الحديدة، ولفتت إلى أن الميليشيات الإرهابية تمنع مسلحيها من الفرار في ظل انهيارات كبيرة في صفوفها. هذا وأمنت القوات المشتركة منطقة الدوار الكبير وتوجهت صوب ساحة العروض غربي المطار، وذلك عقب معارك عنيفة كبدت الميليشيات فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. أحرزت القوات المشتركة تقدما كبيرا نحو السيطرة الكاملة على مدينة الحديدة ضمن معركة الخلاص الوطني من ميليشيات الحوثي الإرهابية. مصدر عسكري أكد أن القوات المشتركة استكملت تطهير منطقة الدوار الكبيرة في مدينة الحديدة وتمشط المناطق المتاخمة لجنوب المدينة. يأتي هذا وسط انهيار كبير لدفاعات الميليشيات الحوثية في المدخل الجنوبي للمدينة ولمنع هروب مسلحيهم. نصب الحوثيون نقاط تفتيش على المداخل الشمالية للمدينة والطرق السريعة المؤدية إلى صنعاء والمحافظات المجاورة. ميليشيات الحوثية تعاني من فرار جماعي في صفوفها، انتفاضة شعبية وثقة منزوعة بينها وبين أبناء السهل التهامي. وفيما ذكرت مصادر طبية وصول المئات من مقاتلي الميليشيات إلى مستشفيات محافظة الحديدة، أكدت مصادر في العاصمة صنعاء أن مستشفيات العاصمة اكتظت بمئات القتلى والجرحى القادمين من الساحل الغربي بعد أن عجزت مستشفيات الحديدة عن استيعابهم. المصادر أكدت أن أعدادا كبيرة من التعزيزات التي أرسلتها الميليشيات إلى الساحل الغربي عادت جثثا هامدة، وأن المحظوظين منهم أصيبوا أو وقعوا في الأسر بيد القوات المشتركة. هذا وقد لقي أكثر من 130 مسلحا حوثيا مصرعهم في المواجهات مع القوات المشتركة جنوب مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية. وكانت قوات المقاومة الوطنية المشتركة ممثلة بحراس الجمهورية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية في جبهة الساحل الغربي خاضت معارك طاحنة، وباتت تدق أبواب مطار الحديدة وتستعد لتأمين الميناء بعد تطهير مزارع الطائف ومزارع النخيلة عقب دحر الميليشيات الإرهابية منها، والتي فرت تاركة وراءها أسلحة ومعدات نهبتها من معسكرات الدولة. وباشرت المقاومة المشتركة تمشيط تلك المناطق لتأمينها بشكل كامل.
يتم الآن اجتياح وتطهير مدينة الحديدة من الكهنوت الحوثي. عروسة البحر الأحمر الحديدة تتقدم لتحرير هذا البلد من الكهنوت الإمامي الذي بغى وطغى في البلاد. تحيا الجمهورية اليمنية! تحيا الجمهورية اليمنية! تحيا الجمهورية اليمنية! حوثي برع ننصحك لا تسرع لف المدرع من قبل ترجع رمادك رمادك حوثي فاسد سبيلي مساند لهم عاند مش العرب العدادي عدادي الصبر طوال والقلب بالنار يشعل هات المعدل في بر الجبادي نحن هنا ومن الساحل الغربي يتم الآن وفي هذا الوقت الحالي تظهير مدينة الحديدة من الكهنوت الحوثي الذي بقى في الأرض وأفسد فيها وسنلحقهم بعدهم إلى كوفة مران وإلى تطهير آخر شبر من هذا الأرض الطيبة. تحيا الجمهورية اليمنية! تحيا الجمهورية اليمنية! تستمر قوات المقاومة المشتركة بالتقدم في جبهة الساحل الغربي، وتظهر صور بثتها عدسة قناة اليمن اليوم أوكار وتحصينات للميليشيات الحوثية بعد الفرار الجماعي لها واغتنام الكثير من الأسلحة والصواريخ التي نهبتها من مخازن الدولة. تطهير وتمشيط للمناطق والمزارع التي كانت تتمترس فيها عناصر الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي، وخصوصا منطقة الطائف ومزارع النخيل التي مشطتها الفرق الهندسية التابعة للقوات المقاومة المشتركة بعد طرد الميليشيات منها. وشكلت الألغام التي زرعتها ميليشيات الموت الحوثية في اليمن كابوسا مخيفا يطارد اليمنيين في منازلهم وحقولهم وعلى الطرقات إلى جانب الجوع والمرض الذي يفتك بهم، وهو سلاح اعتمدت عليه ميليشيا الحوثي لسيطرتها على الحديدة من خلال زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي لتحصين المواقع التي تتحصن فيها عناصر الإرهاب الحوثية. وخلال عملية التمشيط التي قام بها أبطال المقاومة الوطنية المشتركة للمزارع التي حولتها الميليشيات الكهنوتية إلى مخازن الأسلحة والصواريخ التي نهبتها من معسكرات الدولة، وباتت تهدد المياه الإقليمية وتشن حربا عبثية يدفع ثمنها الشعب اليمني، وهو ما وحد جهود اليمنيين للخلاص من هذه الميليشيات التي انتهكت كل الأعراف واستباحت دماء اليمنيين ونهبت مقدرات البلد، ليعقد أبطال المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية على تخليص أبناء تهامة من هذه الميليشيات وفكرها العنصري البغيض، وباتت على أبواب مدينة الحديدة بهدف تأمين مطار وميناء الحديدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان الحديدة والمحافظة المجاورة والخاضعة لسيطرة الميليشيات. كانوا هنا لسان حال قوات المقاومة المشتركة خصوصا بعد الفرار الجماعي لعناصر الحوثي، وتكشف هذه الصور حجم الحقد الذي حملته ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق أبناء الشعب. وفي السياق ذاته، وصول القوات المشتركة إلى دوار الحديدة وحصارها المطار الذي تتمترس فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية حصيلة اليوم الأول.
حصيلة تقدمات اليوم الأول من تطهير الحديدة ومينائها. انطلقت القوات المشتركة فجرا صوب مدينة الحديدة، ونتج عن هذا التقدم الوصول إلى محيط مطار الحديدة بعد التقدم لأكثر من 9 كيلومترات في العمق، ما يعني بأن القوات المشتركة باتت تراهن على الوقت لإسقاط الحوثي الذي ارتهن مؤخرا لخطة دفاعية وتوقفت عجلة هجومه نهائيا. على جانب السيطرة التامة، تم تأمين منطقة السنترال بالطائف نهائيا، وباتت المنطقة بأكملها تحت سيطرة القوات المشتركة. في سياق متصل، ما تزال هناك معارك عنيفة تدور في محيط مطار الحديدة الذي حاولت الميليشيات تفخيخه بالكامل واستخدام كافة الأسلحة والاستماتة للدفاع عنه، ولم يحسب الحوثي حساب سقوط منطقة المنظر الذي قتل فيها قائد جبهة الحوثيين البراني مع عدد من المقاتلين والمرافقين معه. معسكر الزلانيق في الدريهم هو أحد المناطق التي كان الحوثي يراهن عليها ويستعرض فيها قوته، بل أنه كان من أهم قواعد التدريب والتأهيل والتجنيد لميليشياته. هذا بوابة القاعدة البحرية لمعسكر الزرانيق اللي كان يراهن عليها الشرذمة عبد الملك الغيني. دخلنا البوابة. الحوثي الذي يواجه هجمة طارية شمال الساحل حاول في اليوم الأول الالتفاف كالعادة وبذات قطعانه المغلوب على أمرهم، فحاول بما يسمى كتائب الموت مهاجمة حيس، لكنه وجد ما لم يكن في حسبان وتم دحر كتيبته بالكامل. وما تزال ميليشيات الحوثي تحاول الاستيلاء على حيس من جهات عدة لمحاولة تخفيف الضغط على مقاتليها في الدريهمي. هذا وتشهد حيس اعتداءات حوثية متنوعة تطال المواطنين بصواريخ وهاونات الميليشيات بين الفينة والأخرى.